ايوه يا لولو، مسكتك. ايش بتعمل بالجمعة عشان تجيبي اغراض للعيد واكل للعيد واشياء زاكرة؟ لا لا، انا عم بجمع الصدقة. يا سلام. ايش هو الصدقة؟ الصدقة بشهر رمضان في اجرين، اجر انه شهر رمضان واجر انه منقدم صدقة. فانا كل يوم برمضان بعود نفسي اني احط فلوس عشان نكسب اجر. طب ليش كل يوم بدنا نتصدق مرة واحدة مبلغ كبير وخلص، ما بدنا نتعب حالنا ايام؟ يا اختي يا حبيبتي، شو رأيك كل 10 ايام نفتح الحصالة ونتصدق؟ في ناس ما عندهم اكل برمضان، وفي ناس ما عندهم اواعي، بس لازم نعطيهم عشان يشتروا اواعي للعيد. اهم اشي يكونوا فعلا محتاجين. احسنت يا ليليان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يتصدق بالفلوس، بس اكثر اشي كان يتصدق برمضان، بس كان يتصدق كل يوم، كان يدور على الانسان المحتاج يعطيه فلوس. طيب شو رأيك كل واحد هلأ يحط دينار من محفظته؟ هاد ديناري من محفظتي، وهاي دينار من محفظتي. وربنا يتقبل منا ومنكم أجمعين. وربنا يتقبل منا ومنكم. أيوة يا لولو، مسكتي. أكيد أنت لأنك بتحطي جوال حصالة عشان تشتري بالعيد أشياء زاكية، فساتين، وهي الأغراض للعيد، صح؟ بعرفك يا لولو، بعرفك.